كيفك انت؟ وكيف ام لؤي؟ ايه الحمد لله. مين؟ ابو زكي؟ لا مو هون، ما رح يرجع، قصدي يعني ما بعرف امتى بده يرجع. ايه بدكم تجوا لعنا اليوم المساء؟ لا يا شو تجوا، قصدي يمكن يتأخر كتير أبو زكي بشغله. ماشي، لكن خلوها ليوم تاني. إن شاء الله، مع السلامة. إيه بابا، شو بتحكي لي عن الشفرة الوراثية؟ شو ها؟ الشفرة الوراثية هلا كنا عم نحكي عنها ونشرحها، شو بنا بابا زكي؟ الشفرة الوراثية يعني ايه؟ كيف بدي اقول لك؟ يعني الشفرة الوراثية هي ايه بابا، قول قول لا تخاف، شو بنا؟ يعني الشفرة الوراثية هي يا بابا يا زكي يا زكي، مو نحن قبل شوي لما حكينا عن الشفرة الوراثية قلنا انه المورثات يلي هي اجزاء من الدي ان اي بتشرف على تركيب البروتينات، مو هيك قلنا بابا؟ ومو قلنا كمان انه الدراسات الاحتمالية والتجريبية اظهرت انه كل ثلاثة نيكلوتيدات بالمورثة بتحدد حمض اميني واحد بالسلسلة البيبتيدية؟ وبما انه في اربع انواع من النيكلوتيدات داخله بتركيب المورثات، معناتها بيكون عدد الثلاثيات المحتمله هو 4 قوة 3 يساوي 64 ثلاثيه، بتشفر 20 حمض اميني. هذا معناته بابا انه كل حمض اميني ممكن يتشفر بعده ثلاثيات. بسيطه بابا بسيطه، لك مو هيك حكينا؟ ايه ايه بلا. ومو قلنا كمان انه المورثه بتتكون من تتابع النيكلوتيدات يلي مترتبه بشكل ثلاثيات، وبتكون قطعه من وحده من السلسلتين تبعات الدي ان اي واسمها السلسله المشفره؟ ايه ايه. لك شو ايه؟ ليش ما جاوبتني لك؟ ليش ما قلت لي انه اي تعديل بتتابع النيكلوتيدات شيء وحده من شفرات المورثه بيترتب عليه تغيير بنوعيه الحمض الاميني وبالتالي بالسلسله البيبتيديه والبروتين الناتج عنها؟ ليش؟ بالله هلا اي تعديل بتتابع نيكلوتيدات شي وحده من شفرات المورثه بترتب عليها تغيير بنوعيه الحمض الاميني والسلسله البيبتيديه والبروتين الناتج عنها؟ ايه لك. والمثال على هالشيء اذا بتتذكري خضاب الدم. ايه ايه تذكرت، مزبوط، هذا موجود بالصفحه 266 على اليمين كتاب العلوم تبع ابننا. وكيف انه الدراسات بينت بانه المورثة المسؤولة عن تكوين بيت من خضاب الدم منلاقيها بمكان محدد من الصبغة 11، وبالعلامة هذا موجود بالشكل 256 على الصفحة اليسارية. شو بابا تذكرت هالحكي؟ ايه ايه تذكرته تذكرته. بابا الله يرضى عليك، بدي اياك على طول شاطر وفتح وتلقط على الطاير، مو لما اسالك سؤال من المنهاج تطلع فيني وكاني جايب السؤال من المريخ. ابو زكي حاجته دراسه هلا، مخه ما عاد يستوعب اكثر من هيك، خليه هلا يقوم يرتاح ويتغدى لانه الباميه رح تبرد. باميه؟ طابخه باميه. ايه مو انت بتحب الباميه؟ ولشو الباميه هلا؟ لشو لحتى تطبخي باميه؟ وشو فيها؟ ليش شو دخل الباميه بفحص البكالوريا؟ قال شو دخل؟ قال لازم اي طبخه ياكلها ابننا بهالفتره تكون خفيفه نظيفه على المعده، مو تسبب تلبكات وخربطات وشغلات مو وقتها هلا. الله يرضى عليكي. روحي روحي هلا قولي له شي قطعتين شرحه مع شويه جزر وكوسه مسلوقين. روحي. ايه مو على عيني. حاضر. ها قال باميه. قال معلش بابا زكي، بعد فحص البكالوريا رح خلي امك تطبخ لك باميه قد ما بدك، ومشانك لا انا ولا امك رح نحط الباميه بتمنا. مبسوط هيك؟ مسعود مسعود قوم اطلع المسبايه من فوق. قوم. حاضر. املي المضروب من ايدك وروح شوف شغلك. يلا قوم. خد عيني هي طنجرة بامية تازة هلا طابختها ومليانة عصائر وموزات. بس كتار هدول. بعرف شو بدي ساوي،
ابننا عنده بكالوريا ومو وقت البامي هلا. صحتين وكل خير. بتعرفي هيك البامية بتنطبخ، تعلميها مو مثل باميتك مقرمدة وما بتتاكل. ايه انت كتر اللحمة والعصعيص وانا بطبخ اطيب منها، مو تجيب لي فرمتين لحمة بالعدد او نمشيها بدون لحمة منوب. المرة الشاطرة بتغزل على دنب القرد. اجيب لي القرد بالاول لاغزل عليه، ولا مفكر الاكل بيصير من الهوا؟ انا بعرف انه الطبخ ما بيصير من الهوا، بس يلي شايفه انه حكيك انتي صاير مثل اكل الهوا. والله اللي بدق الباب بيسمع الجواب. ولك عم تجاريني يا ام سعود، حلو كتير، بركي بدي امصع رقبتك مصع وفش نيعك فش. يا اذا بدك تمصع لي رقبتي وتفش لي نيعي، مين بده يساعدك بمصروف البيت ويشتغل بالطوابق الفوقانيه ويشطف الدرج ويفرم بصل وتوم لاهل البنايه؟ مين وينك؟ إذا عم تطالعي لك قرشين من الشغل تبعك بلاهن، الله غانينا عنك وعنهن، ويكون بمعلومك إنه هالبيت فيكي وبلاكي بيضل مفتوح. ليش هذا بيت هاد؟ ولا قصدك هالأوضة اللي الدبب ما بترتبك فيها؟ مو عاجبك هي الباب قدامك والباقي بتعرفيه؟ لك إيه ما بعرفه ولا بدي أعرفه، بس تاري عن حق لما قالوا البيت الكبير بيعلم المشي والرجال الهني بيعلم الضحك، وأنا بخلي للصوت لا من هون ولا من هون. وينك ام مسعود؟ كلمة تانية حليب امك بنسيكي اياها، فهماني؟ ولك تضرب هالبالي اللي تزهرمناها، خليتها تنزل بطني بالطول وبالعرض، الظاهر مو طالعة من عينهم. ضب لسانك وفوت لمي الاكل على نصطيك. وانت ولا ضب لي هالكتاب من ايدك المقرود بال واطلع لعند ابو ماهر وصل له قنينة الغاز، روح تحرك سيف ينشر رقبتك نشر. شي بيسد النفس. ما شاء الله شو نجمة خفيف. وليش فايت هيك عم تطلق وطلقوط على رؤوس اصابيعك؟ لحتى ما اشحط بالشحاطه وشوش على زكي، خليه عم يدرس بهدوء بدون ما تنقطع سلسله افكاره بصوت شحاطي. يا رب يا رب تفتح بوشه ولا تضيع له تعب الهي. يا اشتقت للتلفزيون، يا ترى شو عم يعرضوا مسلسل هلا؟ لك لحين لحين على المسلسلات والعلاقة مصدي، بكالوريا زكي ابدا. معك حق، بس بصراحة مالي مصدقة امتى زكي يخلص فحصه على خير، مشان اطلع هيك وشم ريحة ربي واتنفس لي شوي. يا باسمة مو المهم انه زكي يخلص فحصه. لكان شو المهم بقى؟ المهم انه ينجح بالاخير. هي عصة البكالوريا عصة، يعني إذا رسب فيها من أول مرة معناتها خلاص عليه علقة أبدية. فاطمة بنت فطوم هي. الله لا يقدر، تف من تمك تف من تمك بقى. معلي شي باسمة، معلي شي إذا أجينا على حالنا شوي بهالفترة. يقبر قلبي إن شاء الله، هو من جهة معامل جهده عامل جهده وما عم يضيع وقت بنوب، من على بكرة الصبح للمساء وهو قاعد بقول طورة طاولته وعم يقصب بهالكتب. بس هو ولي علي إن شاء الله، مرعوبة شوي من الفحص. قولي على قامتها هالبكالوريا شو إلى وارا. هلأ بلا حكي فاضي انت التانية، قطعتي لي سلسلة أفكاري. وين كنت أنا؟ أي هون عن توظيف التفاضل. ايه ايه تذكرتها، مو هي تبع تطبيقات الحد الأعلى والحد الأدنى بالتحليل الرياضي؟ أمبلا، بس هالمثال اللي جايبينه هون معصلج معي شوي، مالي عارفان كيف بدي اشرحه لزكي بكرة. ورجيني لشوف. تفضلي شوفي. شوفي بسيطة. شلون بسيطة؟ شوف عم يقولوا إذا كانت العلاقة هي سين جيب عين تساوي عين تجيب سين، صح، أوجد مشتق عين بالنسبة لسين. اتفضلي ورجينا شطارتك ولقينا مشتق عين بالنسبة لسين. ايه بسيطة أبو زكي. شوف أول شي من فاضل طرفي العلاقة، طيب، يعني تفا سين بي جيب عين تساوي تفا عين بي تجيب سين. جيب عين تفا سين زائد سين تجيب عين تفا عين تساوي تجيب تفا عين ناقص عين جيب سين تفا عين. لا لا حبيبتي لا، شو الحكي هذا مصدي؟
جيب عين تفاسين زائد سين تجيب عين تفاعين يساوي تجيب تفاعين ناقص عين جيب سين تفاسين متفاعين. ايه صح، تفاسين متفاعين يعني سين تفاعين ناقص عين جيب سين. لك طبعا. وهيك بنشوف انه مشتق عين بالنسبة لسين يساوي تفاعين على تفاسين يساوي جيب عين زائد عين جيب سين على تجيب سين ناقص سين تجيب عين. انت عيني تمام هيك مصبوط. على قد ما حليت تمارين تحليل رياضي لابني زكي وعلى قد ما شرحت له تطبيقات الحد الادنى والحد الاعلى، ايه صار فيني حل اي معادله وانا ونايمه مغمضه عيوني. ايه بس خربطتي. ها خربطتي. انا خربطت؟ اعازك وعوازك، اللهم ارضى عن شطارتك. ليش مين حل التمرين غيري؟ انت وصلنا على بعض ما عرفت تفتحهم. مو المهم انا وياك نعرف نحل التمارين، المهم ابننا زكي يفتح مخه ويعرف يحل معادلات توظيف التفاضل. يو بيعرف طبعا بيعرف. اي والله التحى قلبي وانا عم عدله وافتقله واشرح له فيهم، يعني مو معقول. بس هو ولي على قلبي، يعني ما عم يبطل هالخوف والرعبه من الفحص، يعني دائما اعصابه متوتره وعيونه مسكرجه ونوم مثل العالم والناس ما عم ينام، وكانه هالفحص بعبع ومتخبي له ورا باب المدرسه. مرحبا جار. يعطيك العافية. الله يعافيك يا مسعود. شو جار صاير رياضي؟ ايش بدنا نساوي؟ على قد ما عم نعصب ونرفز ونتوتر، عم نلاقي الرياضة أحسن دواء. بتهديني وبتخليني عواد ما أتفشش بالأكل، بتفشش بالركض. نعم أستاذ. خذ الله يرضى عليك مفاتيح السيارة. على الكرسي الوراني بتلاقي أكياس خضرة وفواكه. بتنزلهم وبطلعني إياهم لفوق على البيت. حاضر أستاذ. طيب يا أبو ماهر، ليش التعصيب والنرفزة من الأساس؟ ليش؟ سلامة ابني ماهر. يعني فكرك بيخلي حدا رايق او اعصابه هدياني اهم البكالوريا تبعه لحاله بالمكفى؟ ليش ابنك الله يسلمه بكالوريا السنه؟ بس السنه؟ السنه وكل سنه صار له عم يطح فيها 3 سنين وهي الرابعه. بقى هالمره حولته ادبي، قال لحالنا بركي بيفلح بالادبي وبينجح وبنخلص من هالهم. والله شو بيعقد يا جار. لا تشكيلي ببكي لك، لانه انا الثاني عندي بكالوريا السنه، قصدي ابني عنده بكالوريا وعم نركض وما عم نلحق. وين؟ بنو ملعب؟ مو بالملعب، عم نركض بدراسة ابني زكي. ايه تعال ركض معي بالملعب كل يوم الصبح لحتى تنفس عن حالك شوي، وبعدين كمل الركض بالدراسة والتدريس قد ما بدك. سيدي خليه على تيسير، بعمل جهدي. ايه سيدي بالإذن. الله معك، مع السلامة. شوف ابني ماهر شو طلع معه بهالجغرافيا. عن إذنك. ماشي الحال. أهلين. تفضل. يسلم والدي. الله يسلم. شو هاد امي؟ شوية خضرة وفواكه بعتن ابوك. بتعرفي امي؟ حاس حالي جوعان. جوعان؟ ما حلك يا امي؟ هلا افطرت فطور الله مولاه. مو جوعان جوعان، بس هيك يعني جاي عبالي اكل شيء اكله، ما بعرف مدري كيف. اكله مثل شو يعني؟ اكلة حلو؟ لا ماما، لا لا مو حلو. مالح؟ لا لا ولا مالح. حامض؟ لا شو حامض؟ اكلة زفار؟ ما بعرف. ايه فوت فوت هلا، روح كمل دراستك. هلا بعمل لك كباية عصير فريش بتمل قلبك فيها، روح. هلا انتو كل ما بتشوفوني بتقولوا لي فوت دروس، يعني ما في راحة بنوب؟ راحة؟ راحة من شو امي؟ يعني بدك ترتاح من الراحة؟ ايه انت ما فقت من نومك للساعة 11:30، ولبين ما تمطمطت وتتاوبت صارت الساعة 12:30، ولبين ما غسلت ولبست اواعيك صارت الساعة 12:30، وهلا 1:50، من شو الراحة امي؟ أنا فايت على أوضتي وما بدي عصير كمان. مرحبا. أهلين. خير؟ بين جاي بكير اليوم؟ بدي لحق راجع كتاب الجغرافيا مع ماهر منشان بكرة نبلش بالعربي. وينه هو؟ بأوضته عم بيدرس. إيه؟ ما بدك تتغدى؟ لا شو تغدى، ما في وقت، بتغدى بعدين بعدين. ما في فايدة، ما في حدا لحدا. كنت حاب أقول لك صباح الخير. طلي لك طلي. على كل حال يا شباك إلا صباح الخير، صباح الورد.
شو بابا؟ عم تحكي مع حالك؟ لا بابا، بس كنت عم سمع لحالي بصوت عالي. روح بابا لكان، جبت لي هالكتاب لتسمع لك. روح. كيف عزماتك؟ مكن؟ طبعا بابا مكن كثير. ايه قل لي لشوف، ولا قل لك عود. امسك لي ورقة وقلم وارسم لي خارطة الوطن العربي وحدد لي عليها العواصم العربية. خارطة الوطن العربي؟ ايه بابا ايه. كله؟ ايه لكان نصه؟ لك مو هديك اليوم انا رسمت لك الخريطة وحددت لك عليها العواصم بثانية واحدة؟ بلا. ايه شو ناقصك لكان؟ عود ارسم لي اياها لشوف. وينك؟ حط لي عليها العواصم العربية. ثلاث عواصم، عاصمتين، عاصمة، منيحة؟ ابن خالك حسني على التليفون. ايه لحظة لحظة، جاي. رسوم الخريطة بين ما ارجع. قال خارطة الوطن العربي. حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعون. يعطيك العافية. الله يعافيك، حماتك بتحبك. هلأ خلص طبخ. شو طابخة؟ ملوخية. طابخة ملوخية. هاي مو ملوخية، هاي ملوكية. لك أنا كم اليوم مرة فهمتك لا تطبخي هالأكلات، لأنه هالأكلات هاي بتكركب معدة الولد، وابننا عنده فحص بكالوريا ما بياكل ملوخية، مو منيحة. كم مليون ألف مرة صرت قايل لك إنه لازم تراعي النظام الغذائي تبع ابننا وقت البكالوريا مشان يتفرغ لدراسته وهو مرتاح جسدياً. لك أنت شو أنت؟ ملوخية. أهلين مسعود، جيت بوقتك. في زبالة؟ لا بس استنى شوي. سيك مسعود، هي طنجرة ملوخية، دير بالك سخنة، ها تازة هلأ طبختها ومليانة موزات ولوز صنوبر. ايه بس هدول كتار كتير. بعرف شو بدي ساوي، ابننا عنده بكالوريا ومو وقت الملوخية هلأ. يلا الله معك. يا سلام يا سلام، يا هيك ملوخية يا بلا، مو مثل ملوخيتك شاطة ومقطة يا محروقة يا ملدوحة. قال يا مرة طبخي يا رجال كتر الإدام، يعني حضرتك من يوم تجوزتك لليوم ما فوتت بإيدك وقيت سنوبر لحتى أطبخ لك أكل طيب. أنت بالأول جيب سنوبر شوف كيف تطلع ملوخيتك. أيوة بدك سنوبر، ناقصك سنوبر. بدك تاكل سنوبر، اكلك زهر مان بخاري ان شاء الله. هلا انا قلت لك بدي اكل سنوبر، علامتي على القصه. خلي السنوبر لاصحابه وبلا هالمهتات والبهادي، عالم مقصر وبده يحكي. لك حاتيك الحكيم وما يعرف لعيلتك دواء، فهمتي؟ هلا كل هذا مشان شويه سنوبر؟ لكن ما اقول لك انه الملوخيه ما بتطلع طيبه وظريفه الا اذا تقلك بالسمن البلدي ونحط لها اللحم كرديش كرديش. شو بتعمل بقى؟ الا شو بعمل؟ بساويكي كرديش كرديش وبزتك بشي طنجره اكل وبخلص من لسانك الفلتي. اسكت اسكت، البادي اظلم. خرسي وطب لسانك احسن ما فوت طبشك بايدي ورجلي. ها وانت ولا لسه صفنان بالكتاب عامل حالك عم تقرا؟ قوم قوم اغسل له السيارة لو ماهرة لا بده يروح على شغله. قوم. وين المعايرة الوزنية؟ شو؟ قصدي وين القشاطة والسفنجة؟ ألو؟ أهلين أخي نزير، كيفك؟ كيف مرتك؟ مين أبو زكي؟ لا لا مو هون. بدكم تجوا لعنا؟ لا أيوه شو تجوا؟ قصدي يعني ما بعرف امتى ابو زكي بده يرجع. بكره؟ لا ايوه شو بكره؟ معلش اخي والله بكره كمان صعب، يعني لا تاخذونا يا بالشوم منكم، يعني انت بتعرف يا ريت ناجلها لبعد ما خلص فحصي، قصدي لبعد ما يخلص ابني زكي فحصه. ايه نتركها على تهوي رب العالمين. ايه اخي مع السلامة، الله معك.
يمكن انقفش. خليه ينفقش، خليه ينقفش، احسن ما انشقف انا، احسن ما انشف، احسن ما يصير لي شيء وقت فحص البكالوريا. المهم هلا شفتيني وين الفيزياء؟ ليكو. طيب انا رح اعمل مراجعه للاهتزازات الجيبيه الانسحابيه وحل لي عليها شي كم تمرين بهالسهره مشان اشرحها لزكي بكره. خطي عم يتلبك فيها شوي. تفضل استاذ. يسلموا يسلموا. شلون البكالوريا معك؟ ماشي الحال. وشلون كتب ابني معك؟ ها؟ كتب جديده من طاقه ابرتها، لانه ابني لما كان عم يقدم بكالوريا علمي عليم الله ما فتح كتاب. اي والله كانوا جداد كثير. يلا كيف فهمتك للفحص؟ الحمد لله. بكره اول يوم ها؟ ولا يهمك استاذ. تفضل استاذ. يسلموا يسلموا. شلون البكالوريا معك؟ ماشي الحال. وشلون كتب ابني معك؟ ها؟ كتب جديده من طاقه ابرتها، لانه ابني لما كان عم يقدم بكالوريا علمي عليم الله ما فتح كتاب. اي والله كانوا جداد كثير. يلا كيف فهمتك للفحص؟ الحمد لله. بكره اول يوم ها؟ عم نعمل جهدنا عمو. موفق ان شاء الله. مسعود؟ تعال حبيبي تعال. هدول الشوكولاتات تاكلهم كلهم ها؟ شوكولاتة كتير كتير منيحة للبكالوريا. مثل ما عم بقول لك، روحي وتعي وحشي لابنك ماهر شوكولاتة من هلا لآخر يوم بالفحص. ما بدي أشوف ولا قطعة شوكولاتة أو تهدورة بقيانة بالبيت. عم تسمعي؟ لأنه الشوكولاتة كتير مهمة إله ولازم ياكل كل الشوكولاتة الموجودة قدامك. هلا شو دخل الشوكولاتة بالبكالوريا بقى؟ الشوكولاتة يا خانم أهم عنصر غذائي. بيقوي الذاكرة وبينشط التفكير. يعني بركي بركي بتقوى ذاكرة ابننا شوي وبيكرش هالمعلومات كرش بكره على ورقة الفحص. أما هي سمعة طبعا. لك شو فكرة أنت؟ الشوكولاتة يا خانم مليانة حريرات وفوسفور. لك افتح تمك لك وكل هالشوكولاتة هي بركي بتصير ذاكرتك قوية بتتذكر عيد ميلادي وعيد زواجنا. بسمة بسمة. نعم شو بدك؟ وين راحة؟ بدي احط له صحن مشمش لزكي. قولي على قلبي ان شاء الله. طاشش قلبه من رعبه اول يوم بالفحص. معلومك الفحص بكره ولازم نعتني بصحته. مشمش مشمش ابننا فحصه بكره وبدك تطعمي لي اياه. مشمش مشمش بليله فحص البكالوريا. يعني من غير شيء عم يسهل من الرعبه، ضروري يسهل من المشمش. روحوا يوزعيهم وزعيهم. حاضر. خد مسعود هي كيس زبالة وهي كيس مشمش حمول معجمي ما أكلت منهم ولا حبة. خير ليش ما بيواتيك المشمش؟ بيواتيني بس زكي ما بيقدر ياكل مشمش مشان هيك ما صحيت أكل منهم ولا حبة. يعني ما بيواتي له؟ لا بيواتي بس معلومة بكرة زكي عنده فحص بكالوريا ويعني ما بيقدر ياكل مشمش. يلا يعطيك العافية. الله يعافيكي. هي شي ببل القلب. يا هيك المشمش يا بلا. عجبوك المشمشات؟ إلك ما عجبوني؟ صار لي زمان ما ديت فواكه ظريفه تحديدا من وقت اللي تجوزتك. يلي بيسمعك بيفكرك كنت عايشه عيشه الوزراء ببيت اهلك وعم تاكلي على كل درس لون. ما بيعرف انكم كنتوا تقاقوا ما تلاقوا وانكم ساكنين باوضه مثل الزريبه وبتكملوا عشاكم بفته شاي بالخبز اليابس. اللهم ارضى عن اهلك وعن خيرات بيت اهلك يلي كنتوا تسلوا الدهنه السلي مشان تطبخوا فيها عواد السمنه. ما شاء الله على تنكات السمنه يلي فايته على بيت اهلك. تنكه فتنكه تنكه فتنكه. ابو مسعود
حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا، بقى خلي الطابق مستور أحسن لي وأحسن لك، بلا ما انفلت مثل القباوي وأقعد على فضاوي. ها ولك أنت بتعرفي شو لازمك؟ لا والله ما بعرف. لازمك مين يجي يقص لك لسانك؟ وأنا يلي بدي قص لك يا وقص رقبتك كمان، وقص رقبة ابنك هذا المفعوص. ولا بدك تضل حاطط الكتاب وقاعد؟ يعني ما كان ناقصنا إلا البكالوريا لحتى تكمل محاسننا. أدعوات ما تروح تدورك على شي بناية تستلمها وتشوف مستقبلك. قوم قوم من وشي، قوم قوم قوم، اطلع من وشي. ولا اطلع، ضربت نص على رقبتك مساع. ايه ماما حبيبي، أول ما تمسك ورقة الأسئلة تبع الفحص اقرا الفاتحة وآية الكرسي وقلم نشرح وفوق منيح على الورقة وبعدين بلش اكتب. وقبل ما تكتب أي حرف على ورقة الأجوبة اقرا الأسئلة منيح ومفوق بكل الاتجاهات، مفوق يعني مفوق. خذ بابا خذ. أهم شيء أمي إنك ما ترتعب، اهدى وارتاح ونظم أفكارك وبعدين بلش اكتب. يلا بابا خذ اشرب هالشاي وكل هالبيضة، كل افتح تمك، هذا كله فوسفور وغذاء. وهي عملت لك سندويشة أشقوان ظريفة بتقيتك وقت الفحص. هلا قبل ما تطلع اعمل مراجعة لكتاب العلوم، فهمان شو عم اقول لك؟ لك شو يراجع كتاب العلوم انت الثاني؟ مو مراجعة، مراجعة تصفح بس. هلا بلا ما يشوش افكاره ويلخبط معلوماته. بابا على القليلة اقرا فقرة التوافق بين الشفرات الوراثية والحموض الأمينية. واه عجبك؟ وهي تشردق الولد. خذ ماما، خذ اشرب مي. قلبي حاسسني انها رح تجي بالفحص اليوم. شو هاي امي؟ شو ما عرفت امي؟ هاي الشفرات المورثة والحموض الأمينية اللي بكتاب العلوم تبعكم اللي موجودة بالصفحة 267 على اليسار. ايه ايه تذكرتها. بقى رك منيح عليها الله يرضى عليك، رك يمكن تجيكم. سيك بابا شربت الميلو؟ ايه بابا شربت. كل شوكولاتة بابا، كل شوكولاتة قد ما بتقدر، كتر من أكل الشوكولاتة مشان تقدح ذاكرتك قدح وتسترسل بالأجوبة. خذ ماما هاي كرواسانة بالشوكولا، فوت برني كلها لبين ما جيب لك وحدة تانية منفوخة. أمي حاجتي، أمي حاجتي، حاس حالي حليت زيادة وصار جاع بالي أكل شي أكلة تانية. مثل شو تقبرني؟ أكلة حلو يعني؟ لا أمي مو حلو، مو حلو بنوب، حاس حالي حليت كتير لأنه. طيب شو لك؟ حبيبي قلي شو بدك لأطبخ لك؟ ما رح أقدر استنى لوقت الغداء، هلأ جاي عبالي أكل هيك شي أكلة حامضة، يا لنجي مثلا، تبولة بيمشي الحال، يعني أي شي يعقد منافسي. هلا عائد لي منافسك بكتاب الجغرافيا وراجع لي الخرائط اللي فيه وخريطة الوطن العربي، متذكرها؟ طبعا بابا طبعا متذكرها. والعواصي كمان كلهم حافظهم بابا هدول. اي 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 وين عندك الشكل؟ لا لا بابا ما في شيء ما في شيء. وين يا ميسي؟ الفحص. أنا فحصان إن شاء الله بدك تعمل إياها دق ودوس. يعني كله أسبوعين زمان بيخلص الفحص. ها بدك تضل أسبوعين قاعد بالفحص وتارك البيت هيك؟ لا يا أبي الفحص كله على بعضه أسبوعين، هلأ اليوم ساعتين زمان وبرجع. إيوه يعني فكرك بدك تنجح عندي. إن شاء الله. بقص إيدي من هون إذا بدك تنجح. إذا بدك تقص إيدك مين بده يصير يحمل أسطوانة الغاز؟ سكتي إنتي، صبحينا من على بكرة الله، لا تقولي يا شر اشتر. يا وعال انت كمان اترك الولد يروح على فحصه ولا تأخره، روح امي روح الله يفتح بوشك يا حق. الله يفتح بوشك وبوشي. يا رب يا رب. هلا هيك بدك تضلك قاعد هالقعده وانت عم تفور وتهمات؟ خلاص عيني توكل على الله وقوم روح على شغلك، وبس يوصل زكي من الفحص بخليه يتصل فيك ويطمنك. خايف يا باسمه، خايف ما يعرف يجاوب بهالفحص، خايف يضربه عرق الحيوانه اول ما يمسك ورقه الاسئله، خايف تصيبه السكتة بهالفحص ويقعد لا من تمه ولا من كمه يسلم لأمه. يوه اكش برا وبعيد، بعدين ليش عم تفاول عليه هالمفاولات؟ ابننا باصم الكتب بصم،
بعدين مو بس رح ينجح ورح يتفوق كمان. بقوم روح على شغلك بركي بتغير جو. لا لسه ما اجى لهلا، يمكن لساته ما طلع من الفحص. ايه ماشي، بس يجي بخليه يحكي معك فورا. الله معك. يعطيكم العافية شباب. الله يعطيكم العافية. انتوا بكالوريا مو هيك؟ ايه ايه بكالوريا. شو اجاكم اسئلة اليوم؟ اجانا كثير اسئلة. مثلا؟ اجانا سؤال عن التوافق بين الشفرات الامينية والحمول، الشفرات الوراثية والحمول الامينية. عن جد؟ الشفرات الوراثية؟ ايه. مو هات تبع التجارب اللي عملوها عام 1960 واللي اثبتت وجود توافق بين الشفرات والحموض الامينيه بعد ما تم تركيب الار ان اي من تتابع اسس اليوراسيل؟ مزبوط. يا سلام يا سلام، سلم على هالخبريه الحلوه. شكرا شباب، يعطيكم العافيه. كيف قدمت؟ شلون طلعت بالفحص ماما؟ انضربت. انضربت؟ اهلين امي، تخبرني طمني شلون طلعت بالفحص؟ ضربونا يا امي. ضربوكم؟ وليه على قلبي عليك ان شاء الله. لك ليش لحتى تنضرب؟ اه؟ فهمني، ليش ما كتبت لهم عن الجسيمات الريبيه والاي تي بي والانزيمات النوعيه؟ ليش؟ ولك مو طلع لسان على شعري، ولك مو طلع الشعر على لساني وانا عم عد لك وافتقلك فيهم؟ جاوبني، ليش انضربت اذا بتعرف الاسئله؟ ليش؟ المراقب شافني عم بتلفت حوالي، أنا فكرني بدي اتنقل وعمل لي مشكلة طويلة عريضة، وكان بده يسحب لي الورقة، وبعدين لما خلوني كمل الفحص لقيت حالي متوتر ومعصب ونسيان كل شيء. نسيان كل شيء؟ بك يخرب بيتك، يخرب بيتك وبيت بيتك، 100 مرة فهمتك. حاجة جديدة على قلب الولد، بكفي اللي فيه، مالك شايف كيف انخطف لونه وصار وشه أصفر مثل التبنة؟ قوم ماما حبيبي قوم، هلا بتبرد، منزلت الزهرة ما بتعود طيبة. شو هي؟ طابخة منزل زهرة؟ بدك تطعمي الولد، منزلك زهرة بعز دين فحص البكالوريا؟ اوعى اوعى تاكلوا من نزل سهرة يا ولد. ابو مسعود. ايوه ايوه لحظه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. امرني سيدي، هي منزلت الزهره، كلوها انتو ان شاء الله صحتين. وانا شو الغلبة، كتر خيركم ان شاء الله. لا لا غلبة ولا شيء، بس ابننا زكي عنده بكالوريا السنة، يعني ومو وقت اللي منزلت الزهرة هلا. ايوة يعطيك العافية. الله يعافيك. ماهر. اهلين ابو ماهر، اجيت؟ شلون شايفة انت؟ اجيت طبعا اجيت. ماهر بأوضته؟ جوا بأوضته. دخلت بدي اسألك، طمنيني كيف عمل بالفحص؟ اسكت يا ابو ماهر، ضربوه. ضربوه؟ ومين له مصلحه يضربكم اساسا؟ شو في تار بينكم وبين وزاره التربيه؟ ولا بينكم وبين الهيئه التدريسيه لحتى يضربوكم؟ ولا مفكرين انه الاسئله رح تجيكم من عطارد ولا المريخ؟ الاسئله بدها تيجي من قلب الكتاب، واللي دارس الكتاب بجاوب، واللي مو دارس رح ينضرب على قلبه ويقعد بالفحص طلطميس مو فهمان الجمعه من الخميس. وعمت اللي ضربوكم؟ لا تقسى على الولد، اليوم اول يوم ولساته موهوم من الفحص. لا تقسى على الولد؟ صار عند الشنتير ولسه بتقليلي لا تقسى على الولد؟ بعدين ما شاء الله حوله، ليش لحتى ينوهم من الفحص؟ ها؟ إذا هي السنة رابع سنة بيفوت فيها على فحص البكالوريا، يعني أخذ رجله على قاعة الامتحان وعادة المقاعد، بقى ليش لحتى ينوهم؟ بابا بس أنا السنة أول سنة بقدم أدبي وماني متعود على نمط أسئلتهم. أول سنة أدبي؟ حكى بدري وانشرح صدري. على كل حال بسيطة، إن شاء الله من هلا لثلاث سنين تانيات بتكون ما شاء الله حولك وحواليك، قلشت وأخذت رجلك منيح. ماهر جيب لي كاسة مي فيها ما زهر، الله يرضى عليكي. حاسس داء نفسي ومرارتي رح تبقع. قولي على أمتي سلامتك، إن شاء الله عدوينك إلهي. روحي روحي. وين يا مهوين؟ على الفحص. ها؟ هتعمل إياها قصة هي الفحص، كل يوم والتاني يصير لي مري، يخلصنا بقى إهدى. هلا كيف كل يوم؟ يوم إيه يوم لا. عيرينا سكوتك أنتِ، ولا تطي بالحديث مثل حمصة الكي. بابا الخميس الجاي آخر يوم. بسيطة الآخرة يا فاخرة،
لنشوف شلون بكره بدك تطالع الزير من البير بهالبكالوريا تبعك. ولك يا ابني لو استلمت لك شي بناية وشفت مستقبلك من وراها مو احسن لك؟ ماشي، دعي لي ماما، دعي لي ابي. دعي له. كيف حاسس حالك؟ ما خف تعصيبك شوي؟ اي والله لو بركض من هون لحلب ما راح ينفش قلبي ولا راح ينشفى غليلي. لكن ابني ذكي، بتجي مسألة كيمياء على مبدأ المعايرة الوزنية يلي طلع بلعي وانا عم فهمه اياها، بيقوم ما بيعرف يكتب كلمتين على بعض. ابني ذكي يلي حفظته معادلة التفاعل بين كلور الصوديوم مع نترات الفضة على اساس انه اذا حطينا بين قوسين NA زائد CL وجمعناها مع AG زائد NA 3 بتقوم بتعطينا HCl زائد NA افتح قوس طبعا زائد NO 3. بيقوم بينسى الرموز من اساسها وبينضرب على قلبه بفحص الكيمياء. خليني اركض، خليني اركض يا جار قبل ما انفجر من غازي واتفرطع مليون شافي. انا بصراحه نفضت ايدي من الموضوع كله لانه مرارتي رح ترتفع، يعني صار لازمني عمليه على الحارك. بيني وبينك خليت امه هي اللي تتولى امره لانه عندها جلد اكثر مني وبالها اطول وما يئست مثل حكايتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت فحص ان شاء الله؟ ايه يا ابي، اليوم كان اخر يوم. ايه تعال خذ عني وحاجتك تنبلي بقى. لحظه بس لغيرت يا ابي. يلا خفى خفى. تفضل. لما قلت لك راح ارتفع مرارتي ما صدقتيني. هاي ليكني بكره عمليتي وراح يبولي المراره وكله بتحت راس ابنك. طول بالك انت الثاني. اذا وقت الفحص التهمت مرارتي بكره لما النتائج بتطلع شو بده يصير فيي؟ بسم الله عليك، ان شاء الله ما بصير لك الخير. بعدين حاجه تعصب وتنرفز ما بينفع من شان صحتك. وينه هلا هو؟ ولا صحتي مو امامته؟ اتركه بحاله الله يعينه. كل ما قرب وقت نتائج البكالوريا عم يخاف بزيادة، بيفوت بيقعد بغرفته بيقعد لحاله. يا حرام ولي على قلبي عليه، إيه صار الهم مرسوم على وشه رسم. يعني شو؟ ما في صيفية السنة؟ على هوا النتائج والله. إذا نجحت السنة والله قدار إلك مني أحلى روحة على اسطنبول أو على مصر إذا بدك، بس إذا رسبت بها البكالوريا تبعك بتكون على نفسي هاجنت مراقش. يعني بدنا نستنى من هلأ لتطلع النتائج؟ ليش شو عاد صفيان للنتائج حتى تطلع؟ كل أسبوع زمان أو عشرة أيام وبعدها بدوب التلج وبيبان المرج. حاكي ماما، خير البر عاجله، مو أنتو هيك بتقولوا دائما؟ معلش ماما، نستنى لحتى تطلع النتائج مشان تصير الفرحة فرحتين، منه مشان نجاحك ومنه مشان نشم الهواء، وكل تأخيرة فيها خيرة. مسعود في عندكم حدا بالبيت؟ لا أنا فايت خبى عنكم، إذا أجا بابا وسأل عني ما شفتني. أوكي خير في شي؟ طلعت نتائج البكالوريا وسقطوني وماني حابب اسمع الديباجة تبع كل سنة. حفظتها مليتها بصمتها. بتضايق إذا قعدت عنكم شوي بالبيت؟ لا، إذا إجا بابا وسأل عني لا تقول له إنك شفتني أو لمحتني، خليك ساكت. ها؟ ليش خير أنت الثاني كمان؟ إيه إيه. لك حدا بيصدق يا جماعة إنه مسعود ابن أبو مسعود يجيب 259 علامة وكل علامة تنطح علامة؟ هلا نحن بمسعود ولا بابننا اللي مو معروفه وين اراضيه؟ وزكي كمان مو معروفه وين اراضيه؟ لا راح لعند اختي ولا راح لعند اختك ولا راح لعند جده ولا لعند حدا من رفقاته، مو معروفه وين اراضيه. ما في غير ندق للمستشفيات. اعوذ بالله، فال الله ولا فالك، ليش هيك عم تحكي؟ اللهم ابعد الشر يا رب. ما بيصير هيك يا ابني، لازم تخبروا اهاليكم، قولوا لهم وين انتم على المقلي، يعني اولتها واخرتها راح يعرفوا.
ارتاحوا جوا فوتوا. طيلك ابني هلا امك بيكون قلبها غليان عليكم ومثل النار ما بجوز هيك. يا ستي لاحقين على البهدله. لاحقين على التغسيل المرتب. ما تدلوا ما تدخوا انتوا الاثنين. ما بجوز هيك كمان تشغلوا بال اهاليكم، هو اهلا وسهلا فيكم يعني هم المحل مو قد المقام، بس ما بجوز اهلكم ينشغل بالهم اكثر من هيك. فوتوا خالي فوتوا اشربوا شاي فوتوا. اجوا الخبزات حطي لهم العشاء للاولاد، بدي طالع قنينة الغاز لفوق انا على الطابق الاخراني. بقى حبيت خبركم حتى ما ينشغل بالكم اكثر من هيك، الاولاد عندي بخير وسلامه اطمنوا. انا نازله اشوف ابني. وانا كمان نازله اشوف ابني. مبروك نجاح ابنك. يا هيك النجاح يا بلا. ليش ابني نجح؟ ما قال لي الدرسان. سيداتي وسادتي، معنا اليوم شاب متفوق. هالشاب اسمه مسعود. مسعود من أسرة فقيرة، استطاع أنه يحرز درجة الأول بين الأوائل بالثانوية العامة. فمن باسمة يا باسمة، مسعود بخطتك الأول بهالسنة على سوريا، فياريت تحكي لنا عن طريقة دراستك وعن الجو اللي قدرت تهيئه لنفسك لحتى تدرس منيح، وبدك تحكي لنا كم ساعة كنت تدرس بنهار والطريقة اللي اتبعتها لحتى قدرت تتفوق بهالشكل هذا. ولا تنسى بدك تقلنا إذا استعنت بأساتذة خصوصيين ولا لا. يعني أنا كنت حاول أدرس كل درس بدرسه وما خلي ولا درس يتراكم علي، وكنت قعد ما بقدر حتى تفكيري وتركيزي بشرح الأستاذ بدون ما سجل أي دورة خاصة أو حتى استعين بأساتذة خصوصيين. بس الشغلة اللي فادتني كتير هي البرامج التعليمية اللي كانوا حاطين إياها بالتلفزيون بأيام الفحص، وكنت حريص دائما على إني أحضرها، وما بتذكر اني روحت ولا درس تعليمي اللي بتعرض بالتلفزيون علي. طيب مسعود، اذا قلنا لك توجه رسالة شكر بمناسبة تفوقك، لمين بتوجهها؟ اول شيء بوجهها لامي وابي يلي حاولوا يوفروا لي كل الامكانيات وحاولوا يوفروا لي الجو الملائم لحتى انجح النجاح هذا. وكمان بشكر جارنا ابو ماهر يلي عارني كتب البكالوريا تبع ابنه لحتى درست فيهم. وكمان بشكر جيراننا بيت ابو زكي يلي سنحت لي الفرصه اني ذوق طبخهم اللذيذ والمغذي بايامات الفحص، وهذا اكيد ساعدني على التركيز والحفظ والدراسه. وكمان بشكر التلفزيون على البرامج التعليميه اللي كانوا حطوا لنا اياها المفيده كثير، وبشكر هاللقاء هذا. بس في عندي سؤال واحد. شو هو؟ العلامه اللي لولاها كنت بقدر اجيب المجموع العام بالبكالوريا هالسنه، وين راحت؟